السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، جبت لكم اليوم فيديو جديد تاع لي دونات، وصفه محبوبه الاولاد الدراري الكبار، تجي خفيفه وشابه وبنينه، وصفه شابه وسهله اقتصاديه، ما فيهاش مقادير بزاف. شوفوا هنا كي يجوا خواتاتي، يجوا ما شاء الله. طلبوا مني شحال من مشتركه، قالوا لي ام كريم دير لنا لي دونات ساهلين وناجحين. اليوم هذه الوصفه ناجحه 100%. هنا نبدو بسم الله على بركه الله فيديو الشيره، ديروا جيم حبيباتي وكملوا الفيديو ماش طويل بزاف. عندي كاس ما كاس حليب شيرات، كاس حليب حامي ماشي بارد، ماشي دافي باسكو راه البرد، 3 مغارف سكر، مغرف خميره الخبز، نخلط كل شيء شيرات في رحبه. هنا اش غادي ندير؟ عندي ملعقه تاع مارغارين معمره تاع ماكله، نروح ندوبها ونخلط مع داك الخليط. عندي هنا لافاني وحبه بيض، هنا صايد دوبت هذيك المغرف تاع المارغارين، نخلط كل شيء في رحبه الشيرات وندير حبه البيض. هذه عجينه كيما نقولوش قطنيه وجو خفاف، تعرفوا كي يجو تقول لي بونج شيرات، والله الجو شابين بزاف بزاف. هنا خلطوا كل شيء. دروك هنا اش غادي ندير؟ نبدا ندير في الفارينه. هنا درت الكاس الاول تاع الفارينه والزاوج والثالث والرابع، هنا كيما نقولوا وزدت مغرف تاع خميره الحلويات، مغرفه صغيره تاع قهوه، هذا ما كان شيرات. وهنا درت كيما نقولوا درت شويه فرينه في الكاس ونشوف شحال نزيد. راكم عارفين كل الفرينه وكي تشرب على حساب البيض وعلى حساب الكاس تاع الحليب. انا درت بهذاك الكاس تاع ام وليد، وانتم الكاس اللي عندكم. هنا خلطت العجينه، هنا بانت لي شويه خاصها، زدت لها واحد المغرف تاع فرينه، هذا ما كانش شيرات. المهم العجينه تكون طريه. هنا لميتها، شوفوا هنايا كي راهي طريه، رحت نقيت يدي غسلتها وغطيتها. شوفوا هنا كي تغطوا، انا درت هذا الساشي مع البرد الشيرات وغطيتها مليح وخليتها تخمر. على الشيرات قلت لكم هنا وريت لكم شحال فرينه، بلي ديت غير مغرف من هذاك النص كاس. هنا شوفوا كي خمرت لي. على قلت لكم الشيرات ديروا كاس حليب حامي، خاطرش راه البرد بزاف، وغير تكون ديروه دافي غير تفرغوه تبداو تخلطوا صايب يبرد لكم الحليب. راكم عارفين ديروا حامي، انا درت حامي، ما تخافوش قولوا البيض يخسر ولا يطيب نورمال، غير تخلطوا السكر مع داك الحليب ومع داك الخميره صاي الحليب يبدا يبرد. هنا شوفوا كي درت لها، كي خمرت لي عاودت لميتها وخليتها ترتاح شويه باش ما تدرش تكسل لي، وراني حل فيها. هنا درت شويه تاع فرينه، درت شويه فرينه من التحت ما تخافوش، كيما نقولوا تبانتيكم لا يابسه لا والو. وهنا عندي هاد القطاعه، وانتم شوفوا القطاعه اللي السمك اللي بغيتوه، انا هاد درت بهادي جاتني شويه الحبه كبيره، وانتم تبغوا تصغروا الحبه صغروا الحبه، ونعرفوا لي دونات ما تجيش الحبه صغيره صغيره، هذه كيما نقولوا هذا هو السمك تاعها. هنا عندي هاد لادوي مدوره، ولا ديروا حاجه اللي عندكم بوشون ولا، وقطعوها بزاف في الوسط الشيرات. المهم ما تكونش كيما نقولوا بوشون كبير باش ما يجيكمش رقاق، هي لي دونات نعرفهم يجوا غلاض ويجوا مشي ملحمي، كيما قلت لكم مشي ملحمين، تجي حبه كيما نقولوا ملحمه. هنا قطعتهم درتهم في هذاك ورق الزبده باش كيما نقولوا ما تلصقش العجينه، وزدت داك العجينه تاعي رفدتها نفضتها مليح، عاود خدمتها كيما هكا. وهنا شوفوا خواتاتي غطوهم مليح خليهم يخمروا، هنا كيخمروا لي درت الزيت تاعي خمر، خليهم يخمروا غايه الشيرات. حطيت هنا الزيت تاعي حما، انا الوجه يبان شويه في الزيت بصح ما بانش بزاف الشيرات. انا كيما نقولوا كي الزيت حمالي غايه نقصت له، نقصوا له هنا المتوسطه الشيرات، وخليهم كيما يقولوا يطيبوا على نار ماشي قليله قليله ماشي كيما نقولوا قاويه، باش كيما نقولوا يطيبوا لكم من الداخل ما يقعدوش معجنين. وهنا نقصت لهم النار وقعدت نطيب فيهم، هنا شوفوا كي راني نطيب فيهم الحبه، كي نديرها تبدا تنتفخ. جاو هبال الشيرات والله، لا جاو هبال وبنان، تعرفوا كي شابين. هنا طيبتهم، راني نطيب فيهم على نار متوسطه حتى اللي طابوا كاع، انا طيبتهم مليح حمرتهم، نبغيهم يجوا حمرين هكا يجوا مقرمشين يجوا شابين. وبديت هنا نقلع فيهم نقطر فيهم، وهنا كي طابوا لي كاع ذوبت انا عندي شويه شوكولا دادا، ذوبت على حمام مائي وزدت لها واحد زوج مغارف تاع زيت، درت واحد كيما نقولوا زوج مرصويات، زدت لهم شويه زوج مغارف تاع زيت كيما نقولوا، خلطتهم
وهذوك لي دونات تاعي راهم بردوا لي هنايا، بردوا غايه، وبديت نديرهم في الشوكولا. وانا حاطه هذاك باش نحط بابي كويسون، كنحط فيه نخاف هكا تلصق لي الشوكولاته، تسيلي تلصق لي هنا. شوفوا راني كي جات، شو كي جات الحبه، جات سمينه كيما نقولوا، ملحمه. الله الله، طافو كي جاو شابين شيرات، والله غير جربوهم كيما نقولوا، ديرهم للقهوه العصر لوليداتكم هكا، وجدوهم لهم، فرحوهم بهم، سورتو كي يخرجوا من المدرسه يقوم واجدين. شوفوا هنا يعني كلاصي فيهم شيرات، هذيك الشوكولا كي راهي تلمع. قلت لكم انا درت شوكو دادا، وانتم ديروا الشوكولا اللي تنشف لكم الشيرات، ما ديروش هذيك الشوكولا تقعد كيما نقولوا ما تنشفش بالخف، تقعد طريه. وهنا راكم عارفين التزيين تاع لي دونات، نديروا هاد الحلوه الفيرميسال. انا بقات لي من الطورنو، وكانت عندي تاني واحد الحلوه هذه الذهبيه، ديك رقيقه تاني، عطاتها وحده النظره شابه بزاف بزاف. هذه حباباتي، شوفوا هنا كي جاو، حطيتهم هنايا كيما نقولوا البرد، نشفوا بالخف، حطيتهم على جهه وخليتهم كي نشفوا، درتهم هنا في هذا الصحن التقديم، وحطيتهمش كاع الشيرات، كانوا وحدين حبات اللي كنت عاده مازال ما نشفوليش، قلت نحط هادو معليش. شوفوا هنا كي جاو خواتاتي، جاو روعه. والعجينه ما نقولكم الشيرات، شو كي جاو شابين. هنا نقسم لكم حبه تشوفوا من الداخل كيما نقولوا، باش تشوفوا من الداخل كي يجوا شابين مقطنين، ما شاء الله روعه. جربوهم الشيرات وفرحوني بداك الجام، ربي يفرحكم كيما انا تاني راني نفرح فيكم، وكل خطره ندير لكم حاجه، وشهيتكم في الجنه شيرات. نتمنى كاع تجربوا هاد لي دونات وتفرحوا وليداتكم. بقالي غير نقول لكم شيرات، هلو لي في روحكم. الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.